بهذا المقطع يا جماعة الخير راح اشتغل باع فلافل ونحاول اشوف كم ممكن اطلع فلوس يا جماعة. مثل ما شايفين معي 50 دولار بس، يعني خلينا نشوف كم ممكن اطلع فلوس. لعبة غريبة جدا، هي اسمها محاكي الفلافل يعني يا جماعة. فليتس جو نشتغل كبائع فلافل ونشوف شو الارباح اللي ممكن نطلعها من بياع الفلافل، من بيعة الفلافل يعني. بس شوفوا البيت كيف شكله الان يا جماعة، والله بيت شكله غريب نوعا ما. او ماي جاد شباب، شوفوا التلفزيون القديم من ايام شارلي شابلن، هذا ايش ده؟ وات ذا هيك نايس والله. بس لا جد البيت متعوب عليه نوعا ما. الساعة 7 ممشى، خلينا ننزل الان، عندنا شغل طبعا. انا ما اعرف كيف ايش صار. هاي لك الان جو تو يور شوب، اوكي طلعت لي هذه، روح على الشوب يعني. هذا بيتي انا افهم منك الان، اوكي دامت يا بيتي الاسطوري والله. معلش يا شباب ليتس جو نروح على الشارع الفلافل الان. فين لازم نروح؟ يخرب بيت الناس، شوف كيف يمشون على محرك الانريال انجن شباب، واضح المشي يعني متعوب علينا. انا تعبت، انا لسه ما مشيت، شلون تعبت؟ انا نزلت من درجة تعبتين ولا كيف؟ ما فهمت. هذا شارع ياباني يا جماعه، شلون صارت معهم هذه يا شباب؟ يعني فلافل وباليابان؟ والله شيء غريب جدا صراحه. ما علينا. فين مع متجر الفلافل انا يا جماعه؟ اه هذا هو متجر الفلافل. اي والله شباب شوف الشكل. شباب غريب جدا والله نوعا ما، في جلتشات شويتين بالمحل احس الان، بس اوكي ما علينا يعني. طيب كيف اشتغل بالمحل؟ كيف افتح؟ اوه افتح المحل. العاب يا مدير العاب، تم فتح المحل شباب. ويلكم ويلكم مام كال وزير. اوكي لازم نحط الكراسي الان لك الان، تمام ابشر الان. فين الكراسي عشان احطهم اصلا يعني؟ انت قلت لي احط الكراسي، وينهم الكراسي؟ ما ادري والله وينهم الكراسي. يمديني اسوي درايف كمان، اوصل طلبيات. العاب شباب اوصل. نايس والله. طيب فك الباب هنا شويتين، عندي كراسي ولا؟ انا باب الخارجي. لعبه شويتين غريبه من نوعها يعني. كات اوكي، ما عندي فيجيتابلز الان عشان اسوي لهم كات بالاول. من هنا شباب لك الان، تيك فلافل اند اد تو ذا فراير. اوه اوكي بقلي الفلافل بالاول، تمام اوكي. اعطني حبه فلافل، مو سوري، حط حطها. اعطيني تيك. يب هذه الان شباب نقليها. بس وين كان محل القلي؟ علمي علمكم شباب كان في قلايه بالموضوع اتوقع. وين راحت الان؟ شباب يقول لك الان لازم اخذ الزيت واعبي الغاز زيت بالاول يا شباب. جراب هذه، فين ما ادري فين القلايه بالتحديد والله ما اعرف. او جاني واحد، وات جاني واحد سواني ما ادري فين. وين احط هذه طيب؟ كيف اقلي شباب؟ ماني فاهم والله. فيزيت فرنشر شوب، فرنشر شوب امامي. في يعني انا الان لازم اطبخ تمام. هذه هنا اتوقع الاغراض هنا والله، لكن هنا تبع الغاز هنا صحن الحمص ده. جراب حط هذه هنا، هذول تبع الحمص دي. هذه فيها حمص اوكي، ضل فيها 4 شباب يقول لك الان. هذه ايش هذه؟ هذه فول شباب، حمص وفول. وهنا المشروبات هنا، وهذا ايش؟ هذه السلطه هذه اوكي. انا بعثرت الامور كثير يا جماعه الان، والله بعثرت الامور بزياده. طيب انتر اك اغاني اوكي، خلينا نروق شويتين هنا. يو نيد هاي ريبيتيشن، ما عندي ريبيتيشن انا والله، الريبيتيشن تبعي زباله شباب. انا ما ادري شو اطبخ، اقسم بالله ما ادري. الزبون راح والله، الزبون طفش والله، ما حق يروح اقسم بالله ما حق. يعني هو جاء علشان ياكل بس انا ماني عارف انا شلون اطعميه، يعني هل يا ترى هي مقصوده اصلا انا ما عندي تبع هذه؟ كيف اقليهم طيب؟ والله ماني فاهم كيف اقلي. فطيب خلينا نروح الشوب اللي صاير خبرنا فيه. شوب هنا لازم تروح عليه لو ما تشتري منك اغراضه يعني. بس هذا هو شباب، هذا هي شباب ويليامز شوب والله، هذا هو. شو عندك الان؟ احصل من عندك الان اف شوب فلافل يا جماعه، بدي اشتري فلافل 100 دولار، حمص ب 25 اوكي. طيب فهمت الغاز بوتل، بس وينها؟ اوكي ما بشتري شباب والله ماني فاهمان والله. ليكون في طابق بالاعلى، في مطبخ او شغله. انا محلي شباب شارع جديد، سوري يعني، فين نقول محلي شارع جديد وماني عارفان كيف اشتغل فيه يعني. جاني زبون ثاني شباب ايضا يبي فلافل الان، والمشكله انه انا ما ادري كيف اعطي الفلافل، اعطيه اياهم كذا يعني ولا شو الموضوع الان بالتحديد؟ والله ماني فاهمان شباب. خطا فني بسيط اوكي، عرفت شلون احط الطاولات، طلع ما في طاولات بالمحل عشان كذا ما كان يخليني نوعا ما. اوكي ما علينا شباب، راح احط طاولات معنا في هذا المكان مثلا. طبعا لسه عندي طاوله بدي احطها مثلا، نحط كمان طاوله ثانيه هنا. خلي المكان يكون مرتب يا شباب، لازم ترتيبات نوعا ما. هذول المحلين هنا، في ضل عندي صفر، عندي هنا الوركينج تيبل، المكان اللي انا لازم اشتغل فيه اتوقع ذا، فراح احطه هنا في هذا المكان. والله ما ادري وين الوركينج تيبل لازم يكون شباب لعبه، بس انا راح احطه في هذا المكان عشان يمديني اشتغل عليه. ونحط الان هذه هنا شايفين فلافل فراير. الان هذه صارت مضبوط الان، صار يمديني الان احطها شباب اشتغل عليها اوكي. طيب انا كذا صار عندي مكان هنا ضيق شويتين، احس لازم اطلع برا والله. هاي لك الزبون غادر والله، سوري الزبون حقق علي والله، لازم احط هذه برا احس يا جماعه والله. ما ادري احس لازم هذه مكانها بيطلع اسطوري. نحط هذه الان ونركبها بالداخل شباب. شلون نركبها الان؟ ريليس. لا كيف اركبها طيب؟ اشتغلت الان؟ لا وشو معنى الغاز لازم نحطها هنا اصلا؟ هالغاز 100% بس احطها كذا على جنب يعني. اوكي شباب الان بدي اشتغل براحتي اتوقع، صح ولا لا؟ الوركينج تيبل هذه نحط هذول هنا مثلا، نجيب هذه نحطها هنا كمان شباب. لازم نحط هذول هنا، خليهم مكان الان. احس اني جبت العيد شوي. واو راح الصحن من هناك. جاني زبون شباب، جاني زبون. من جاء؟ جاء الزبون هنا يبون فلافل شباب. طيب ليتس جو، الان صار بدي اسوي الفلافل اتوقع. فين راحت الفلافل تبعي؟ هذه هي الفلافل يا جماعه اوكي. تيك فلافل وليتس جو شباب، نقليها الان. واخيرا اوه كل هذا نايس شباب، اخيرا
راح نسترزق. اصبروا شباب دقيقتين معي عشان اجيب لكم الفلافل. يلا ثواني شويتين يا جماعه برجع لكم. اوكي طبعا بدون خس بدون شغله كذا بس فلافل ولا مو لازم نقطع لهذا؟ والله ماني عارف انا شباب صراحه نوعا ما. خليني هذا احطه هنا مثلا واقطع ولا لا؟ ممنوع اقطع. وات شباب اصبروا والله سماخله اصبر شويتين. هذه دقيقتين ودقيقه لسه باقي. هذا كمان كله يبي فلافل ما ان شاء الله الكل يبي فلافل يا جماعه. شباب المطعم بدا ما عندي غير زبونين وبدأت احس بالخطر. ايش القصه التلفزيون القديم هذا كمان؟ والله ديم شفت تلفزيون ما احلاه والله ديم والله. طيب لو سمحت انا خلصنا شباب الان. تيك حطه هنا الان. تيك فلافلات الان حطه هنا. هل لازم ايش اسوي لازم الان؟ شو لازم اسوي؟ هذه صحن الفلافل خلص الان نعطيهم يعني؟ كونفيرم. اعطيتهم شباب فلافل. اعطوني 7 دولار. هذه هي بس. وات؟ ناخذ صحن كمان نعطيهم هذول كمان شباب. نسوي كونفيرم. اوكي هذاك 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 هذاك. بس 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 بس. القائمة شوي صعبة يا جماعة، أقسم القائمة صعبة. أحس القوائم جدا صعبة شباب، والله أنا جايب العيد والله. يعني ما بدك تحط هذه هنا؟ آه والله يمديني والله، أوكي خليني أصفطهم هنا. غريب ما حد جالس يطلب حمص ولا مشروبات ولا شيء الآن. هالفلافل ممكن الآن، صار معي 64 دولار شباب. خلينا نحط هذه هنا الآن، نطلع منها صحن، نحطه هنا. لازم أقطع فواكه لك، أوه وسخوا المكان، كلين كلين. كلين كمان هنا. يصير زبالة وبرميها في القمامة برا أتوقع. في قمامة برا ولا لا يا جماعة؟ في قمامة برا؟ اتوقع في قمامه هنا. معلش ما حد شاف. اوكي معلش انا رميت يا جماعه. المهم طيب في عندي دليفري انا هنا. وين ممكن اوصل دليفري؟ ما فهمت. موضوع خطير نوعا ما شاب والله. يحتاجون فلافل كمان. انه يحتاجون فلافل ما تحتاجون معه صحن مثلا خضروات شويتين مثلا يعني مثلا. اه ما يرضى والله ممنوع يعني. اوكي ممنوع. طيب كذا خلصنا 71 دولار صار معي الان. كفو والله. ما ادري شباب والله ما فهمت. فلافل الثاني صار جاهز يا جماعه. كمان نسوي فلافل مره ثانيه عشان ما يفضى عندي ابدا. كذا الغاز يعني راح يفضى عندي الغاز يا جماعه. 67 صار. كمان فلافل. ايش قصه الفلافل؟ الكل يحتاج او محل فلافل. ايش متوقعين يعني؟ ليش ما في عندي دليفري؟ اتوقع بالجوال هنا في عندي بيكون دليفري صح؟ اي والله بس لازم ريبيتيشن يعلى عشان يمدينا اوصل دليفري بعدين. اها والله شباب احس انه مطعمي اسطوري. بدينا شوي شوي نشتغل يعني الان. نايس والله يا جماعه نطلع ارباح كذا يمين يسار الا بنطلع ارباح حلوه. كل يحتاج فلافل. بالله اطلب شيء ثاني طيب غير الفلافل. والله شباب ايش معنى فلافل ترى؟ لا لا طاح الفلافل. هذا اول زبون اوكي اول زبون بستلم منه فلوس كذا. 85 دولار صار معي شباب. كم سعر هذا يا ترى؟ ان شاء الله بس ما تحترق ذي. بروح بس اشيك على السريع شباب سعر الطاوله كم. لازمني طاولات ولا ان كاتب لي انه اشتري 15 طاوله. فمن فين بشتريهم اذا ما في هنا طاولات؟ ما في بس هذول اوكي لا تشتري هذا. اوه جاني زباين الان كمان يحتاجون فلافل. ثواني شباب عذر يعني كنت برا شويتين الان. يا اخي اصبر. اوه ماي جاد نايس والله. حط هذه كمان هنا. الفلافل ذيك خلصت. اي ايش ده؟ مين اللي جاء؟ ايش فيه؟ ايش ده يا شباب جاء؟ جاء تبع القمامة. ما عندي قمامة والله سوري والله. رميت القمامة ترى راحت عليك يا عزيزي. هذه هي وشكله يحتاجها والله يا شباب. اي والله شكله يحتاجها. روح يا روح يلا. اعطيت القمامة شباب الان. هذه فلافل اليوم الاخير الان. كم الساعة الان صارت؟ صارت الساعة 8 بالليل. اها. بس هذا ليش واقف ماني فاهم؟ يا الحبيب ممكن تحرك؟ اي انا رميت لك هذه طيب خلص روح حرك. ما ادري شباب والله امرهم غريب نوعا ما. صارت الساعة 9 الآن كمان شباب. الموضوع شويتين قلقني للأمانة. تمنيت تطلبوا شيء غير الفلافل، كله فلافل فلافل. يعني غيره طيب شويتين، والله تنويع حلو. هذول يشبهون بعض ما شاء الله يا الحظ. فلافل فلافل شباب. ما عليكم كل الصحن هو بالأرض ها ما فيني شيء. شباب لازم أروح البيت أتوقع صار 120 دولار. ممكن تاكل الصحن من الأرض ها لا تنسى تاكل صحن من الأرض. هذه آخر دفعة الآن. وأتوقع شباب إنه لازم أروح البيت ولا لا؟ مش ما كتب لازم تروح البيت والله ما ادري والله يعني محتار اروح البيت ولا لا والله شباب محتار. نظفنا الوسخ اللي هنا. المشروبات ما حد جالس ياخذ مشروبات شباب للاسف يعني. فانا خليني اصفهم في هذا المكان. صحيح ليش بس فلافل شباب؟ والله غريب والله مو لازم يطلبون اشياء اكثر. طيب اتوقع اني راح انام وراح اصحى اليوم الثاني شباب. الزبائن ما عاد يجوني ابدا فليتس جو. والله اروح انام وراح اصحى اليوم الثاني. اي مدينة زبرك. جاء واحد شباب. الله جاء واحد والله. متى بيسكر محل طيب اذا كل مره مفتوح المحل؟ والله غريب والله. بالعافيه بالعافيه عليكم شباب بالعافيه بالعافيه. محل فلافل ممكالو والله المحل حلو احس لكم الان شباب. بس لو كذا شويه ترتيبات بيطلع اسطوري المحل. مثلا صفض الفلافل نحطه هنا مثلا. نحط هذه كمان فوق الان. نحط هذه هنا مثلا. نايس شايفين الترتيب والله كذا الترتيب يعجبني. نحط هذه هنا اذا في حال احتجنا بناكل بناكل بعدين يعني. نفصل الغاز من هذا. صار معي 8% بس غاز والله اني صرفت غاز. لازم اسويها من البدايه الحركه والله. والله شباب ما احس في ضوء. ممكن تضوي الا والله في ضوء هنا. اوكي نايس والله. إشارة يا شباب. أو ماي جاد معلش بالغلط والله. ما أعرف فين بيتي والله ما أعرف فين بيتي. انزل من الدراجة أنا والله ماني شايف الشباب أقسم بالله ماني شايف شيء. هنا بيتي. إلا والله شايف هنا بيتي والله. طفي طفي مكان طفي.
خلاص نزلنا شيء هذا بيتي. شباب اليوم الاول عدى على خير يعني خلينا ننام الان. ليتس جو على اليوم الثاني نشوف اذا ترى نستخدم الحمص والسلطه وهذا المول لان ما استفدنا منهم ابدا باي شيء الان. احس لكم كانوا على الفاضي والله. فليش وكيف ما ادري. اوه الاجواء برا ما احلاها. العب يا مدير العب. هنا صارت مطر يا ساتر يا ساتر. المحل صار ورا يمكن صح؟ ضيعت المحل شباب. اه المحل سكر، نسيت سكر المحل. امل ما طلع نسيت سكر المحل والله سوري والله. انزين انزين يا اخي انزين بعد لي مدير الدراجة. نفتح الباب بس المحل شويتين ندخل الدراجة للداخل طبعا شباب. انا شلون كذا سكرت المحل ما سكرت المحل لما رحت. طيب المحل الان صار مفتوح يا جماعه، اتمنى انهم يطلبون اشياء اكثر. للامانه الريبيتيشن عندي لسه ما يمديني استخدم هذه الامور الان، فخلينا نشوف هذا اليوم كيف راح يعدي على خير ولا لا، ولتكو على اساس نتصرف. ما ظل عندي فلافل بعدين، ها لازم نجيب فلافل والله. اوه صحن الفول، شوف كيف شكل صحن الفول. هذا متاكدين هذا صحن حمص شباب ولا هذا متاكدين انه صحن فول ولا يعني ما ادري ايش بالامر. والله يبي يشبه الدونت اكثر من الفول يا حبيبي. اوه جاني واخير كمان يبون فلافل يا شباب، والله زعلت ترى. يا حبيبي انتوا الفلافل طيب اطلب شيء ثاني. طيب والله لازم كمان، انا عندي اغراض ترى ثاني غير الفلافل. صار معي 134 دولار والله نايس. اوه واخيرا ها انت الان صرت تعجبني يا عزيزي، الان صار يعجبني. هاي طلبوا صحن حمص مع شباب ايضا يعني، فراح نجيب احلى شيء مكتوبين فوقهم. والله انا بحياتي ما كنت حزرت هذا صحن حمص الان يعني، كويس مكتوب يعني. بوم يا حبيبي ليتس جو. 148 دولار. اجل راح نتقدم بسرعه بهذا اليوم يا جماعه، والله راح نتقدم سريع جدا. شكلي لازم اروح اشتري لي فلافل، لسه عندي فلافل، بس فول وحمص ما راح يبقى عندي. اتوقع اليوم راح يطلبون حمص بشكل هذول الناس يعني، فانا الافضل اني اطلع الحمص احطهم يا شباب. حطوا هون كل الحمصات. او ماي جاد. كل الحمصات صاروا جاهزين الان شباب. جاء واحد طالب مني بس فلافل كمان الان. ابشر طال عمرك تفضل هذه الفلافلات. الله معك يا حبيبي مع السلامه. ما في سلطه ما في شيء، انتم تاكلون الاشياء نواشف والله على طول. انا 169 دولار والله ديم. لا لي الان مبسوط جدا شباب النتيجه، والله النتيجه الى الان خرافيه بكل معنى الكلام. اوكي خلينا ناخذ هذه الان. بوم. اوه جاء هذا لازم نعطيه بس لما يجي يا جماعه الخير. اوكي لان جاء وصرعني قبل شوي لما جاء، فخلينا نحطه في هذا المكان. ليتس جو. المحل صارت الساعه 10 ولسه ما في حد بياكل فلافل او اشياء كذا. والله عيب عليكم شباب، وينكم اصحاب الفلافل وهذه الامور وينكم؟ تعالوا الان هنا. ديمت يا ولد ديمت. والله الشجره ذي حلوه يا جماعه، تذكرني بالشجره اللي وراي هنا صح؟ والله تشبهها صح؟ اوكي حمص وفلافل كمان مره يا جماعه. والله اليوم شكله راح يكون اليوم متعب جدا والله، لازم نخلص هذا اليوم على خير. اوكي تم التاكيد يا جماعه. اوكي هذه اخر قطعه فلافل اتوقع. 190 دولار صار معي، شكلي بروح اشتري فلافل وبرجع. لا والله لسه في والله. شباب صار عندي 2 قمامه والله ديم، المره الماضيه ما صار عندي بهذا الشكل والله غريب نوعا ما. طبعا انا ما فهمت شغله صحيح. اه فهمت ايش فائده الدراجه اللي عبي عليها اغراض، نحط عليها تنكه الغاز جره الغاز او شيء من هذا القبيل. اوكي طبعا انا ما احتاج يعني، خليني انزل احسن يا شباب. يحتاج فلافل كمان تفضل. اوه جد جد اوكي جاهز جا 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 تمام تم تم. اه جره الغاز ذا مو هذا شباب، وقت يجي صاحب جره الغاز كمان. هلا والله بدينا نبيعه شباب. سل اوكي اصبر اصبر لازم افضيها يا جماعه. يا الله لازم افضيها كنت، ما راح يرضى يا شباب والله. مضطر اشغلها بس كذا على الهبل يعني، لازم افضيها والله. طب ممكن اشتري منك واحده الان؟ ريفل. ها ريفل 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 شباب يقول لك ريفل. اوكي ثواني بدينا نحطه هنا. نايس والله هذا يعبي لي اياه شباب. عبيت شباب 10 دولار. اوه نايس. اوكي العب يا مدير العب. والله حركه اسطوريه صراحه، اقسم بالله حلوه الفكره. هذه حمصات الان وهذه الفلافلات، والله عجبتني الفكره شباب. نايس والله. حط هذه اكد يا مدير. هذا كان يبي فلافل الان وخلص الفلافل هناك خلصت. يب ليتس جو. اوكي شباب صار معنا 208 دولار تمام. احس اليوم الجاي راح يصير اصعب، المشكله ما عندي طاولات. اكيد في محل جاي يبيع هذه الامور، بس هو وين هذا المحل؟ الله اعلم شباب. والله اتوقع من الكمبيوتر شباب، لازم نشتريها والله. وهذا السكين هنا على الفاضي بتحس الان، لا فيك تقطع خضروات ولا فيك تسوي فيه شيء حرفيا يعني. اوكي شباب نديلهم هذا الطبق الان. ليتس جو. طبق الفلافل مكرونه، خليني اخذ ذي كلها يا شباب نحطها في هذا المكان. تدري ايش بحط هنا؟ باخذ فورا وبعض. لا خلصت ذي وات، خلصت ما كان في غير واحده، ما ظل عندي فلافل يا جماعه والله. اذا خلصت ذي يعطيكم العافيه الان. لازم اروح اشتري فلافل وارجع. واو شباب ما ظل عندي فلافل. بروح اشتري فلافل وارجع شباب. ليتس جو. ممكن اسرع اركب. اوكي شباب مشينا حركنا نشتري فلافل نرجع على طول. من المجري صاير امامنا الان. الدراجة شويتين صعبة بس راح نمشي الوضع يعني. اوكي احلى شيء الزمور. السلام عليكم يا راعي الفلافل، كم تبيعني الفلافل الان؟ فلافل 100 دولار. الله عليك يا مدير الله عليك، والله انك غليتها والله. الله يسامحك يا شيخ. حتى الحمص لازمني ترى، لازمني حمص كمان اتوقع. اوكي نايس، اتمنى انه ما تطيح انا وجاي السوق ها، بالله عليك مين الان. مكالو قد اتى، وسع يا فتى، مكالو قد اتى. دخلني لجوا هناك بس خليني ادخل، اول مره اشوف احد بالدراجه يدخلها لجوا المحل لقلب المحل يعني. نحط هنا شباب الحمصات هنا معانا، والفلافلات نستخدمها مباشره، نحطهم هنا مثلا. نحط الغاز هنا مكانه الان مناسب، ونبدا بالقلي شباب. ليتس جو اشتغل. ها
نايس خليه يشتغل يا جماعه. لا والله مشكله والله يعني اوكي نظف الطاولات لان ما في حدا رح يجي اذا ما كان ضي. هي شو قصه الزباله؟ طيب وين الزباله؟ نايس يا مكلو نايس. الفلافلات الساعه 4 صارت، وين الزبائن شباب؟ تخيلوا معنا هيك فاتحين مطعم في 15 طاوله بهذا المكان ونكبره بشكل كبير. اللعبه الصراحه حلوه بس يعني كان لازم يكون مكتوب عليها اكثر من هذه الناحيه. واحده فلافل يا مدير لعيون الشباب الطيبين الان هنا. بوم يا حبيبي ما راح اكسر بخاطرك. لا والله مع السلامه. الان مين هذا؟ هذاك اللي هناك يطلب فلافل كمان. هذه اخر قطعه فلافل كانت من نصيبك يعني، مع السلامه الان. اوكي جالسين نكسب بس قليل جدا والله يا شباب، ما ادري كيف اشرح لكم. ما ضل في فلافل، كويس ان جبت فلافل والله شباب. بوم بوم على طول، عبدو كمل كمل كمل. خذ هذا الفلافل الان، خذ خذ. نايس والله. نشيل هذا يا جماعه نحطها في حط الفلافلات في هذا المكان. يعني هي مو منطقيه بس يا شباب على السرعه كذا بعطيهم على السريع يعني الان. يا ساتر شباب شو قصه القمامه عندي طيب هنا الان؟ شو ممكن اسوي بالقمامه ذي كلها؟ والله المحل بيطلع ريحته بعدين. خلينا نرميه من هذا المكان يا جماعه، والله احس المكان كذا صار فوضى هنا الان. جاء راعي الزباله بعطيها من هنا شباب. كانه شباب كثرناها شويتين كانه يعني. على طول على طول شوف اللي بيدي موجوده خلاص خالصين يعني الان. لا يا جماعه لازم نحطها بمكان اسطوري ولا كذا ما ينفع يا جماعه، كذا عيب يعني عشان الجمهور عشان الشعب يعني. بوم. نايس والله اسطوريه والله. هذه قمامه توقعت والله صراحه توقعت راح يكون في يا ودي صارت ليل. وات نو الكتريستي يقول لك الان ادفع البل يوزنج ذا اي تي ام. اي اي تي ام؟ شايل ادفع الفواتير استخدم الاي تي ام. ما في اي تي ام هنا اصلا، وين الاي تي ام؟ متى تقطع الكهرباء علينا شباب؟ والله قطع الكهرباء على محلنا الان. طيب تدري ايش؟ انا ما احتاج كهرباء لمحلي اصلا يعني، انت محسبني اني احتاج كهرباء؟ يعني طالما انا عندي ضوء بمشي الوضع يا شباب. بضوي لكم الان باستخدام هذا اوكي ما علينا يعني. هذا احلى ضوء للزبائن الكرام مالكم شباب، ما راح هذا يعني لازم تاكلون. يب اعطيكم شويه ضوء ولا يهمكم والله لعيونكم الان. في عندنا مشكله بسيطه الكهرباء منقطع بس ما عليكم يعني. ايزي بيزي. هل ادفع الفواتير ان شاء والله انكم نهفه. هذه كمان نحطها الان هنا وبوم. وين الاي تي ام؟ طب انا ما اعرف وين الاي تي ام، والله ما اعرف وين الاي تي ام. اي اي تي ام كذا؟ اوه جاجا تبع الزبائن. كفو تعال تعال اصبر 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 اصبر. والله انك وحش جيت بوقتك والله. في عندي مليون قمامه برمي لك اياها ثواني شويتين. انا ماني شايف شيء يا جماعه. معي فلاش لايت. اوه معي فلاش لايت. اوه ماي جاد حولت من الفلاش لايت. والله اصبر يا راعي القمامه اصبر. يلا حرك خلاص يمديك تحرك الان. شباب ما اشوف شيء من المحل والله. ما ظل عندي حمص ما ظل عندي فلافل، يعني اليوم الجاي لازم اسوي حسابي لهذه الامور. طيب لازم ندور على الاي تي ام بالمدينه يا شباب، لازم ندور على الاي تي ام. اذا ما دفعنا الفاتوره راح نتبهدل بعدين والله. يقول لك اي تي ام بالمدينه، والله ما اشوف في اي تي ام هنا. هذا هو الاي تي ام، والله هذا هو شباب، يب هذا هو الاي تي ام. في دفعت دفعت الفواتير رجعت الكهرباء الان. اوف اخيرا شباب اقسم بالله معنا ترى بدون كهرباء. ايوه نور المكان بالكامل، نايس شوف محلي محلاه، والله دايما محلي حلو صار من برا، نايس والله. طيب فلافلاتنا ممكالو. يلا شباب يلا بالعافيه بالعافيه شباب بالعافيه بالعافيه. راحت الشاحنه كمان. خلصنا الغاز، انا مو منتبه خلصنا الغاز والله حرام. ضل فيها اثنين فلافل هذه. خلاص خلينا نطفي هذه يا جماعه الخير الان. ازعجت الزبائن انا شويتين هنا. فلافل اوه خلص الدي نايس وان. هذا يبي فلافل وحمص. الحمص ما ضل عندي يا الله، حمص ما ضل عندي عزيزي والله. بدك لا تؤاخذني يعني، لا تؤاخذني عزيزي ما ضل. مع الاسف انت راح تروح والله بدون الطبق هذا حتى. اعطيني الطبق ذا بعطيهم الشباب هنا يستفيدوا من احسن منك يعني نوعا ما. شباب راح اشتري فلافل وراح اشتري شويه حمص يعني نوعا ما لازمني شويتين. طيب ممكن تعطيني الان واحده فلافل وواحده حمصايه الان. اثنين حمص اثنين حمص عشان الواجب يعني. لا تكفين للطحين الان. او ما يشوف شيء امامي. شباب خلينا نسكر المحل ونروح انام احسن لي والله شباب شكلي. او ماي جاد هي اعطني الان هذه، حط لي هذه هنا الان. بس احمل البضاعه من هنا يا جماعه احط هنا ونحط هذه هنا كمان ونحط هذه هنا الان. يحتاج فلافل. بوم اوكي هذا الاخر زبائن اتوقع اني راح اروح انام يا جماعه الخير. كيف اسكر الباب هنا؟ بوم يا حبيبي سكر الان. سكرت شباب والزبائن لسه جوا. بالله عليك الزبائن جوا ولا لا؟ خلينا نشوف بس. او ماي جاد سكرت عليه. اوكي ما علينا شباب خليهم جوا، انا بروح انام وخليهم بالداخل. المهم بروح مشي، البيت قريب جدا ما يحتاج دراجه، الدراجه فقط لتوصيل البضاعه واصلا الشارع صار عندي يعني ما يحتاج يعني. بشوف اليوم هذا شو ممكن يطلبون الزبائن يعني، لان اتوقع اليوم هو اللي راح نرتفع فيه بالريبيوتيشن بشكل كبير، فانا متحمس صراحه. اتمنى ما يكون في مطر. تكفى ما في مطر. نايس ما في مطر. هلكونا بالمطر بالامس والله يا جماعه هلكونا الان. صباح الخير يا المدينه الاسطوريه، واخيرا المدينه صارت احلى يا جماعه. طيب راح افتح بسرعه المحل وراح نشتغل مباشره يا جماعه، ولكن خليني بس ابعد لي هذه من هنا. اوكي شباب راح ادخل الدراجه للداخل الان. يا رب تدخل الدراجه معلقه ما ادري ايش فيها شباب. واخيرا دخلت. شوف الفوضى اللي صايره هنا، ايش الفوضى ذي كلها؟ دراجه ممكن تبعدي الان؟ الدراجه انحشرت. اجدي الفوضى هنا، والله انا مو راضي بذي الفوضى، انا ما راح ارضى ابدا كذا. نجيب هذه الان ونحطها هنا وشغل. نايس. حط الفلافلات هنا مثلا، حط الحمصات هنا مثلا، يعني شوي ترتيب، صح انا لازم اشتغل مره هنا بس ما علينا. اتمنى هذه المره يطلبون سلطه على الاقل شباب. خلينا نشوف شو راح يطلبوا الان باليوم الثالث على التوالي اوكي؟ يا رب يكون في جاني والله.
فلافل وحمص كالعاده والمعتاد، يعني فلافل وحمص ما في تغيير. صرنا باليوم التالت. طيب والله حرام عليكم والله، هذه فلافل هذه حمص. طيب ابشروا. تمام انا اقتربت يا شباب اني استخدم الجهاز هذا. فلافل حمص كمان مره. اوكي اتمنى حد يطلب سلطه معاه والله، تكفون يا جماعه. او ماي جاد بالله شباب اطلبوا سلطه معاه يا اخي، بالله والله عيب عليكم والله. معقوله ما حد يطلب سلطه؟ معقوله يعني؟ هذه خلصت الان بسرعه بامكان اجيب هذه كمان. اخلي اقلب بسرعه قبل تخلص. خلصت، خلص الغاز شباب، خلص الغاز. ديم خلص الغاز. او ماي جاد شباب يا حرام خلص الغاز. شوف كم حبه فلافل هذه والله ديم كثير والله. معي طبق فلافل بيدي، من يجي الان؟ فلافل فلافل شباب، حد يبي فلافل؟ اوزع فلافل الان شباب، محل مفتوح جديد الان يا بياع الفلافل. تمنيت شي حدا يطلب سلطه، شغله جديده على الاقل، فول اطلب اي شيء يا رجل. كمان فلافل، تخيل معي يعني جالس اتكلم على الفاضي. فلافل فلافل فلافل. اوكي تقريبا وصل للنص والله، انا متحمس اعرف يا جماعه الخير اذا الخط الاخضر صار بالوسط شو ممكن يصير بعدين يعني. للامانه انا متحمس. هذا كمان يبي فلافل شباب، الكل يبي فلافل، مش طبيعي الفلافل. وين راعي الغاز؟ ما راح يجي راعي الغاز يعني؟ والله لازم يجيني راعي الغاز يا جماعه، لازمني اشتري غاز والله، لازمني غاز ضروري. سعرها 10 كان بس بيعبيها، بدل ما اشتريها بسعر 100 دولار مدري كم، بس بسويها ريفل ب 10 والله لازم يجيني. فلافل فلافل فلافل. جاني زبون كمان فلافل شباب. وهذه كمان هنا لعيون الشباب الطيبين. تفضل شباب تفضل، حياكم الله المطعم، مطعمكم الان. لسه ما فيني استخدمها، لسه ما وصل النص شباب. يا الله باقي لي شوي، باقي لي شوي ان شاء الله يا شباب، باقي لي شوي. مثل ما شايفين يا جماعه للاسف محلي يعني ما في زبائن كثير، انا ماني عرفان، لازم يكون ريبيتيشن يعلى اكثر. يعني السمعه عندي اسطوريه صايره ترى، تقريبا وصلت نص، خليها توصل نص بس بشوف ايش بيصير. طيب انا ما ادري ايش فائده السلطه والله، ولا التغطية هذه اتوقع مو حاطها والله، لسه مو مبرمجها يعني. هذا كمان يبي فلافل شباب. جاء تبع الغاز، جاء تبع الغاز، كفو جاء تبع الغاز شباب كفو. محتاج تبع الغاز يجي والله. يعطيك العافيه تعال خذ هذه لا تفضل. ريفل نايس، يعطيك العافيه مع السلامه يا راعي الغاز والله شكرا وفرت علي. صار لي ساعتين جالس استنى اكمل. اوكي واخيرا واخيرا هي مشروب مع الحمصات مع الاشياء. الان انا انبسطت والله، انبسطت. ما علي المشروب طاح يعني بس اعذرني يعني. ما ظل في فلافل، في صحن واحد، شايفين الحظ هذا من نصيبكم والله. صحيح انه بردت شويتين بس يلا ما علينا ايزي. اوه صرت نص شباب، فتحت ولا لا؟ لسه ما اوه كمان شباب جاي زمان، كمان طالبين حمص وطالبين فلافل. بجيب ذي وبحط هنا، وبجيب ذي وبعطيهم اياها الان. فلافل حمص وهوت درينكس والله نايس والله. هوت درينكس شوف كم وحده في عندي، 11. واو نايس ليتس جو. فلافل حمص كمان بوم يا حبيبي. هذا كمان فلافل حمص الان، خلص الحمص اللي عندي هنا بوم. اتوقع اني وصلتها الان شباب ولا؟ تكفى اللي وصلتها، تكفى اللي وصلتها. لسه ما صارت والله، محطوط نص شباب والله صارت نص. معناته لسه باقي اخر وحده والله، ما في باقي اخر وحده. نطبخ كمان مره يا جماعه، لازم لا نوقف طبخ ابدا. يبي كمان هذا هوت درينك والله نايس، صار يطلب اشياء جديده على الاقل. المفروض الزبون هو اللي يدخلني الى الطور الجديد. دخلنا ولا لا؟ شباب غش والله. اوه نايس والله، هذا طلب اشياء كثيره والله نوعا ما. كفو يعطيكم العافيه الشباب الطيبين هنا، والله انكم تفهمون والله شباب، والله انكم تفهمون. بنضيف هنا على طول واحده هوت درينك كمان. انا حاط الهوت درينك مكان بعيد كاني الان. نايس والله، هي بس اودي الهوت درينك لمكان قريب نوعا ما، يكون على طاوله التحضير هنا. شباب انا صرت ريبيتيشن، طيب ايش في؟ واخيرا او ماي جاد رضي شباب رضي. ايش ذا؟ فرنشر شوب وركينج تيبل 50 دولار، مو وركينج كاستمر تيبل، 150 دولار سعرها. ومنين اشتري فلافل فراير ثانيه؟ يلا زين اشتري ذي يا جماعه. اشتريت والله، وين راحت؟ عندي صح؟ يب عندي والله. اوه نايس، اشتريت واحد طاوله ثانيه يا جماعه اشتريت. سالت راح تفيدني الطاوله ذي؟ بس لا والله جد اخيرا صار يمديني والله. والجوال ايش ذا؟ اطلب ديليفري شباب يوصل لي اياهم. نايس اوكي. صراحه فكره مبتكره والله، عشان لا تروح للمحل. اوكي احنا ما سنطلب حمص، خلص الحمص عندي، لو سمحت جيب لي حمص. كيف يجيب الان ما ادري والله. طيب هوت درينكس الان، الان اللعبه بدات تحلى اكثر بنظري يا شباب. والله كانت صعبه كثير بالبدايه صراحه يعني، فالان صارت مقبوله جدا يا شباب مقارنه قبل. لا احس كذا صارت اسطوري والله. الان طلبتها 3 دولار دفعت زياده، بس من هو اللي راح يجيب لي اياها؟ وينها اصلا؟ هذه هنا وصلت. اوه نايس شباب وصلت عندي والله. هاي ضمننا الحمصات صاروا عندنا شباب الان. من هذا يبي حمص؟ اكيد يبون حمص يعني، شيء اكيد يا شباب يعني. يبون فلافل كمان ويبون واحده هوت درينكس. ايزي بيزي الان، لا يمكن الان. اوبم نايس 42 دولار صار معي شباب والله ديم. كذا الوضع صار بيرفكت يا حبيبي، كذا ولا بلاش يا حبيبي كذا. بوم وهذا كمان تم الدفع الان. نفس الشيء يا جماعه الخير، هذا كمان يحتاج نفس الاغراض. حط هذه الان هنا ويعطيك العافيه عزيزي الشرطي، ما قصرت. بوم مع السلامه الان، صار معي 76 دولار والله نايس والله شباب. هي محل الفلافل بدا يطلع لي الفلوس شباب. ايزي بيزي ها. اثنين واحد، خليني ارجع اشيل هذه كمان. كمل كمل كمل، لا تفضى لا تفضى، كمل 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 على طول. هاي الفلافل عندي لا تفضى، حمص الفلافل
اوه ماي جاد هذول يحتاجون فلافل هوت درينكس. اوكي اصبر بنودي الفلافل للشباب طيبين وبنودي الهوت الكولد درينكس. كل مره اقول هوت درينكس بالغلط، هذه كولد درينكس اسمه، يعني مشروب بارد يا جماعه، انا احسب مشروب ساخن والله مغباني والله. شباب يومنا تقريبا اوشك على الانتهاء، فمثل ما شايفين كبرنا المحل اكثر، صاروا الزبائن يجون اكثر، الفكره بكل ما هنالك كل يوم راح يعطيك ادوات اكثر واكثر. اوكي هذه فكره لعب كل اختصار، محاكي الفلافل يعني تبيع الفلافل للسله يعني تمام. فيا جماعه انا راح انهي المقطع معنا في هذا المكان، اتمنى لكم استمتعتوا يا شباب، حاولنا نجمع 114 دولار يعني، فبس راح اكتب في هذا المكان والله اللعبه اسطوريه يعني. اذا حابين اسوي لكم جزء اخر اكتبوا تحت بالتعليقات، ولكن هذا كان مقطعنا اليوم، كان معكم محمود من قناه موبكالو، السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله، مع السلامه.